قال عروه فاخبرتني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى غفور رحيم قال عروه قالت عائشه فمن اقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امراه قط في المبايعه وما بايعهن الا بقوله